السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. بالنسبة لهذه الحلقة يا إخواني، جبت لكم عرض عمل داير سوق تجاري كبير، بغى يشغل 40 مستخدم ومستخدمة بمجالات مختلفة بمدينة الدار البيضاء أنفا. إذا بالنسبة لهذه الأسواق أو لهذا السوق اللي كاين في مدينة الدار البيضاء، داير هذا الإعلان هذا فيه ذكور وفيه إناث اللي غادي يخدموا في المجال ديال ولا في عدة مجالات، يعني في ليبر سيرفيس، يعني مجالات كثيرة. وهذا المجال هادو لهم علاقة بالتسويق، يعني بالبيع، وكذلك يعني التعامل مع الناس ومع لي كليون، وكذلك يعني راكم عارفين السوق كيفاش تيكون، تيكون فيه بزاف ديال المجالات في هذا الاسواق هادو. اذا بالنسبة لهذا العرض هذا، راه ما طالبين لا دبلوم، ما طالبين لا تجربة، ما طالبين حتى شي حاجة. حاجة واحدة اللي طالبين اخواني، تكون عندك الشهادة ديال البكالوريا، شهادة ديال البكالوريا فقط، تكون عندك شهادة البكالوريا سواء ذكور او اناث، يدفعوا لهذا العرض هذا اللي كاين في مدينة الدار البيضاء. وكذلك طالبين تكون عندك اللغة الفرنسية، لأنك كتتعامل مع مجموعة من الـ يعني الـ يعني سواء كانوا الناس اللي هما أجانب ولا كانوا الناس اللي هما مغاربة، يعني اللغة العربية وكذلك اللغة الفرنسية. إذا هذا هو الإعلان إخواني بالنسبة للناس اللي غادي يدفعوا لهذا العمل هذا، راه غادي يبداوا الخدمة في 1 شهر 11 2022. وبالنسبة للكونترا، راه هي كونترا أنابيك، اللي كتعرفوا أن كونترا أنابيك دائما كيكون فيها سنتين، يعني كيكون فيها 24 شهر، يعني ملي كتسالي هذه الكونترا هذه، انا غادي كيديروا معكم كونترا اللي كتكون خاصه بهذيك الشركه اللي غادي تخدموا فيها. وبعد ذلك راه كتكون ملي غدوزوا الكونترا الثانيه، راه كتكون كونترا اخرى اللي هي ديال الفيكس، يعني كتكون كونترا ديال لومبوش. اذا هذا هو الاعلان ديال اليوم اخواني، كنتمنى لكم التوفيق. ما تنسوا الضغط على زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.